حملة انتخابية باردة لم يشهد لها مثيل، فعلى مدار 21 يوما لم تحرك حملة محليات 23 نوفمبر المقبل ساكنا وسط الجزائريين الذين أغلبيتهم لم يسمعوا بها حتى، فكانت بمثابة مباراة دون جمهور، فلا حماس ميزها رغم أهمية الموعد الانتخابي الذي له علاقة مباشرة بالمواطن والتنمية المحلية. طبيعة الحال يعني فعلا انه الحمله الانتخابيه هذه المده قبل الموعد الاستحقاقي اللي يتعلق بالانتخابات المحليه البلديه والولائيه، الواقع يقر حقيقه مره وهي ان معظم الحملات الانتخابيه شهدت حقيقه بروده تامه، وهذا ربما يعود الى مجموعه من المعوقات والمجموعه من الاسباب يعني. وفمن وجهه نظري يعني وتتبعي لمختلف المترشحين من خلال خطبهم السياسية ومن خلال لقاءاتهم الجوارية مع العديد من فئات المجتمع المدني، يبدو لي أول سبب فيما يتعلق ببرود هذه الحملة الانتخابية هو ضعف التسويق السياسي بالنسبة للبرامج التنموية. بمعنى ذلك نلاحظ أن معظم المترشحين في حملات الانتخابية يميلون ما يتعلق باحتياجات المواطن في الدائرة الانتخابية ويتكلمون بشعبوية عن البرامج الوطنية. خطابات وتصرفات غريبة وأخرى تهكمية طبعت حملة الانتخابات المحلية والعديد من المواقف والتصريحات الطريفة أثارت استغراب المتابعين. بالعكس يعني هذه لا تعتبر إضافة بالنسبة لهذه الحملات، وإنما تعتبر خارجات هزلية ومضحكة في مستوى قيادات سياسية كان من الأفضل أنها يعني تكون خطاباتها قوية جدا لمحاولة إقناع الجماهير للمشاركة بقوة في الحملات الانتخابية. فكل ما صدر من هذه القيادات ربما يعني هي عبارة عن، لا أقول هي من باب أنه يعني عملية تاريخية سياسية، ولكن يعني أصبح المواطن الجزائري واعي ويعرف يفرق من بين الخطابات الشعبوية والخطابات الأساسية التي تدغدغ البرامج التنموية التي تحقق يعني طموحات نهاية الحملة الانتخابية والدخول في مرحلة الصمت الانتخابية، المترشحون قالوا ما قالوا وعرضوا ما عرضوا من برامج في انتظار يوم الحسم، يوم يقول فيه المواطن كلمته.